السلام عليكم. إذن تحديد مجموعة تعريف الدالة f، دونك f لي x دي دي f إت إيكال x أبارتيان R. لي كونديسيون: جدر، ما بداخل الجدر أكبر دائما يكون أكبر يساوي صفر، مقام إذا المقام يخالف الصفر، يعني لدينا شرطين 2x بلس 4 أكبر تساوي أو لا ديفيرون أزيرو. إذا نبدأ بهذا الكونديسيون هذا 2x بلس 4 ديفيرون أزيرو، دونك سي إي سولمون سي 2x ديفيرون أموان 4. إذا أون ديفيز بار 2 أو سامبليفي بار 2 كيبقى لينا x ديفيرون موان 4 سور 2 موان 2. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لدينا x موان 2 أكبر أو يساوي صفر، دونك x أكبر موان 2 نديها للطرف الثاني ترجع 2 أكبر أو يساوي 2. إذن لدينا شرطان دو كونديسيون. طبيعة الحال هنا يمكن لي نستعن بالمستقيم المدرج لتحديد مجموعة التعريف. إذن في المستقيم المدرج لدينا زيرو، عندنا دو، كاين موان دو. إذن نبداو بالشرط الأول x ديفيرون ا موان دو، يعني x أبارتيان ا ار x ديفيرون ا موان دو. إذن غيكون عندنا جميع القيم إلا القيمة موان دو، يعني هذا هو المجال ديال اللي كيحقق لي x ديفيرون ا موان دو، كيكون جميع القيم إلا موان دو. موان دو درناها بالغوص. الشرط الثاني لدينا x أكبر أو تساوي 2، إذن 2 أكبر أو تساوي، يعني هاد لي فالور اللي كاينة هنا. إذن ملي كيكون عندنا اي، ملي كيكون عندنا اي يعني كنديرو لانتيرسيكسيون، يعني كنديرو الأعداد أولا لي نومبغ اللي كينتميو واللي كيحقو لي هاد الشرط هذا وهاد الشرط هذا، يعني اللي كاينين فيهم بجوج، إذن هما لي نومبغ اللي كاينين في هاد الجزء هذا، يعني لي دو كولور كاينين هنا. وبالتالي دي ديال اف هو الانترفال دو بلوس لانفين، ديتيرميني لونسومبل دو ديفينيسيون. اذا غادي نحددو مجموعة تعريف الدالة اف. دي ديال اف ايتيغال اكس ابارتيان ا ار. اذا لي كونديسيون ديكزيستونس، لدينا جدر راسين كاري ومقام، اذا المقام التعبير اللي كاين في المقام يخالف الصفر، التعبير اللي كاين من تحت الجدر دونك هنا اي لا فالو ابسولي كذلك خاصها تكون اكبر او يساوي صفر. اذا هنا عندنا دو كونديسيون، الشرط الاول x يخالف الصفر، الشرط الثاني القيمة المطلقة ديال x أكبر أو تساوي الصفر. كنعرفو بأن هاد الشرط هذا بوغ 2x أبارتيان ار دائما أون لا فالو أبسولي أكبر أو تساوي صفر، يعني هاد الشرط هذا دائما محقق كيما بغات تكون x. مثلا إلا عوضنا ناقص 5 راه غنلقى أكبر أو تساوي الصفر، لأن ناقص 5 راه هو 5. إذا هاد الشرط دائما محقق. إذا شنو كيبقى لي؟ كيبقى لي غير الشرط الأول، يعني x ديفيرون ا زيرو، دونك دي ديال f كتساوي لنا r موان زيرو، في هاد الحالة كنسميها لا فالور انتيغديت، إذا موان زيرو. ولا بغيت نكتب مجموعة التعريف على شكل مجالات، إذا موان لانفيني زيرو يونيون ديال زيرو بلوس لانفين، دونك هنا لي زانترفال كيكونو اوفيرت.